بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام ومتابعي القنوات الرياضية السعودية في متابعة لهذا البرنامج العاشر الذي يأتيكم يوميا من العاشرة وحتى تمام الحادية عشرة في متابعة لأهم المستجدات الرياضية والحديث عن المونديال العالمي كأس العالم 2014 بالبرازيل. أهلا بكم مشاهدين الكرام وكل من يتابعنا في هذه الحلقة. نبدأ بدايتنا الفعلية في هذه الحلقة كما عودناكم بنشرة الأخبار مع الزميل تامر الفيز، وستكون مسلطة على أحداث المونديال العالمي المقام حاليا في البرازيل 2014. مساء الخير يا تامر، تفضل. مساء النور، شكرا لك زميلي علي. نبدأ معكم أخبارنا العالمية والمونديالية، حيث فيها بلغت كوستاريكا الدورة ثمن النهائي بفوزها على إيطاليا بنتيجة 1-0 اليوم الجمعة على ملعب برنابوكو في رسيفي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس العالم، في حين خرجت إنجلترا بهذه النتيجة. وسجل براين رويز هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 44، في المقابل خرجت إنجلترا من نهائيات خرجت إنجلترا نهائيا من سباق التأهل إلى الدور الثاني، حيث تحتل المركز الأخير من دون رصيد. سقط المنتخب الإنجليزي على يد المنتخب الأوروغوياني بهدفين مقابل هدف يوم أمس الخميس على ملعب أرينا كورينثيانز في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، وضرب سواريز بقوة بعد غيابه عن المواجهة الأولى وقاد منتخب بلاده للفوز وتعويض الخسارة الأولى أمام كوستاريكا، فيما أصبحت إنجلترا خارج المونديال جراء خسارتها الثانية على التوالي بعد الأولى أمام إيطاليا بنتيجة 2-1. ضمن المنتخب الكولومبي تأهله إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه مستفيدا من تعادل اليونان واليابان بنتيجة 0-0 اليوم الخميس في ناتال ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال البرازيل 2014. وكانت كولومبيا استهلت مشوارها بفوز كبير على اليونان بنتيجة 3-0 ثم تغلبت اليوم على ساحل العاج بنتيجة 2-1 رافعة رصيدها إلى 6 نقاط للصدارة بفارق 3 نقاط عن ساحل العاج و5 عن كل من اليابان واليونان. يواجه في هذه الأثناء منتخب فرنسا ونظيره السويسري ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، وتعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين منتخبين منذ مونديال 2006 بألمانيا. ويخوض منتخب فرنسا وسويسرا مباراة وسط معنويات عالية بعدما تذوق طعم الانتصار في الجولة الأولى. حقق منتخب فرنسا فوزا عريضا على هندوراس بثلاثية نظيفة، بينما تغلب المنتخب السويسري على الإكوادور بنتيجة 2-1. تسعى كل من هندوراس والإكوادور لتحقيق فوز مهم في كأس العالم في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة على ملعب أرينا دي بيكسادا بمدينة كورتيبا، عندما يلتقيا في مباراة ستشهد مواجهة كل مدرب لفريقه السابق. وخسرت هندوراس المباراة الأولى أمام فرنسا بنتيجة 3-0، كما خسرت الإكوادور أمام سويسرا بنتيجة 2-1. جدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثقة بمدرب المنتخب الوطني ديل بوسكي رغم تنازل أبطال العالم عن اللقب بتأكد خروجهم من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014 بعد تلقيهم هزيمتهم الثانية على يد تشيلي بهدفين مقابل لا شيء في منافسات المجموعة الثانية. وكان أبطال أوروبا استهلوا حملة الدفاع عن لقبهم بهزيمة مذلة أمام هولندا 5-1 لتكون بطاقة المجموعة من نصيب هولندا والمنتخب التشيلي. واصل كريستيانو رونالدو التدريب اليوم الجمعة وهو يضع رباطا ضاغطا على ركبته اليسرى، تبقي مصدر القلق الرئيسي للمدير الفني باولو بينتو. ويعيش المنتخب البرتغالي أزمة على المستوى الدفاعي قبل مباراته المصيرية أمام أمريكا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة لمونديال البرازيل، حيث غاب برونو ألفيش عن التدريبات اليوم الجمعة. كانت هذه أخبارنا العالمية والمونديالية، عودة مجددا لك زميلي علي، تفضل. شكرا لك ثامر، يعطيك ألف عافية.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى وعودة من جديد إلى استوديو العاشرة بعد متابعتنا لنشرتنا الإخبارية الرياضية العالمية التي قرأ لنا الزميل ثامر الفيز. أهلا بكم من جديد. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو لهذه الحلقة سعادة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية والدولية الدكتور عبد العزيز الملحم. مساء الخير دكتور، حياك الله معنا. حياك الله. إذن بمشيئة الله سيكون أحد المحاور الهامة التي سنناقشها في الجزء الأول من العاشرة عن مشاركة المملكة العربية السعودية في الأيام الثقافية المقامة أو التي أقيمت في مونديال 2014 بالبرازيل، والتي نبدأ الحديث عنها إن شاء الله بعد استعراضنا لعناوين العاشرة. عناوين العاشرة في هذه الحلقة: عين العاشرة والمشاركة الثقافية للسعودية في المونديال، ودوليا وعالميا كوستاريكا تهزم الطليان وتؤجل التأهل، مسلسل سقوط الكبار مستمر، أهلا بكم مرة أخرى. هذه عناوين العاشرة في هذه الحلقة. في جزئها الأول سنسلط الضوء على المشاركة السعودية الثقافية كما ذكرنا في مونديال 2014 التي تقام حاليا في البرازيل، ونرحب مرة أخرى بضيفنا سعادة الدكتور عبد العزيز الملحم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية والدولية. حياك الله دكتور. خلينا في البداية دكتور نتكلم عن هذه الأيام الثقافية التي أقيمت على هامش بطولة كأس العالم قبل بداية البطولة، وكان هذا الملتقى يعني ملتقى ثقافي جيد ثري، لكن أعتقد بما أنكم أنتم كنتم عايشين في هذا الحدث في وسط هذا الحدث فعندكم الكثير عن هذا الملتقى الثقافي للحديث عنه. كيف كانت البداية للاستعداد لهذا الملتقى وتقييمكم بعد نهاية هذه المشاركة؟ نعم، طبعا هي الجانب الثقافي جدا مهم لأي أمة أنها تتقدم فيه وتحاول أن تحاور اللي هو الأمم الأخرى بما تحتوي. حالها حال الرياضة، فالرياضة هي عبارة عن تبادل خبرات، والثقافة كذلك هي عبارة عن تبادل خبرات. صحيح. المملكة العربية السعودية كأرض لها بعد تاريخي وعمق تاريخي وتنوع ثقافي، فبالتالي يعني هي لابد أن تعطي هذه المساحات للعالم وتحاول أن هي تبين هذا البعد وهذا العمق في مجالاتها الثقافية. طبعا الفكرة جاءت أنه هو بإقامة المونديال، فقلنا فرصة أن احنا نحاول نروح ونتخاطب معاهم ونعرفهم وش المملكة. طبعا كنا نتمنى أن يكون المنتخب السعودي مشارك في المونديال، ولكن للأسف ما شارك رياضيا، فشارك منتخب ثاني وهو منتخب ثقافي يقدم الثقافة السعودية في هذا التجمع الرياضي. معالي الوزير تحمس لها ونائبة تحمسوا للموضوع وبدأنا الاستعدادات، وطبعا الأخوان في السفارة اجتهدوا معنا وبدأنا الترتيبات والتنظيم للمناسبة، والحمد لله أقيمت في وقتها وأعطت مردود جميل. حضروها كثير من البرازيليين وكذلك من الأجانب اللي كانوا موجودين في البرازيل. الفكرة فيها أن النصف الآخر من الكرة الأرضية يعني المملكة لم تتواصل معه ثقافيا ولم نتحاور معهم ثقافيا، فبالتالي أبرزنا الثقافة السعودية في مناطقهم وشافوها، يعرفون السعودية، يعرفون البعد السياسي للمملكة، ولكن لا يعرفون البعد الثقافي لإنسان أو هذا المجتمع، يعني إنسان هذا المجتمع. فالحمد لله قدمنا الصورة اللي قدرنا عليها، نحن قدمنا اللي هو المجتمع السعودي والإنسان السعودي والثقافة السعودية بجميع مجالاته حياته، يعني المجالات الحياتية سواء الأزياء. سعد دكتور أنه في صورة نمطية مرسومة عن المواطن السعودي. صحيح. صحيح. ربما تكون سلبية وربما تكون إيجابية، لكن من خلال هالأيام الثقافية تعطون الواقع الحقيقي للمواطن السعودي. صحيح بالضبط. هي طبعا هذا جانب كبير، لأن كثير من نحن لا نقدم أنفسنا بشكل مناسب، فبالتالي الإعلام الآخر يستفيد من هذا النقص اللي موجود، فيبدأ يعبرون أو يشكلون صورة نمطية عن الثقافة السعودية. الحمد لله من خلال الأيام الثقافية هي أحد الأدوات اللي يجب أن نستخدمها ونركز عليها في تعريف الآخرين بما هي المملكة العربية السعودية. جميل. من هو المسؤول عن هذه الصورة النمطية؟ هل هو إعلامنا المحلي بنقل صورة مختلفة أو عدم إيصال الصورة الحقيقية؟ هل هو المجتمع بأكمله
عندما يمثلنا خارجيا. هي تركيبة صعب ان احنا نقول والله هي عنصر واحد هو الاساس او ان مجموعة عناصر هي الاساس، لكن هي اعتقد مع الوقت تراكمت فاصبحت يعني معادلة صعبة انك انت تحللها وتقدر تطلع فيها. النتيجة انه لابد ان نبادر بمجموعة من الخطوات نتحرك من خلالها ونعرف، يعني لا نكون سلبيين ونقول والله هذه الصورة النمطية ما عاد نقدر نتحرك فيها او نسوي، لا، لابد ان نغير هذا التصور، نبدا نتحرك، نبدا نتكلم مع الناس، نتحاور معهم، نقدم لهم ثقافتنا، نقدم لهم مجموعة الثقافات اللي موجودة عندنا في المملكة، ويبقى الأخير مثل ما يقول القرار للمتلقي إذا هو يقتنع فيها. وجدنا أن عندهم ظاهرة كبيرة، البرازيل من الدول الكبيرة يعني مساحة وشعبا، فيهم تعطش كبير للتعرف على المملكة، فيهم تعطش كبير مثلا لشيء بسيط عندنا إحنا متوفر، التمر، يموتون في حاجة يسمونها التمر، فلقينا عندهم غذاء كامل، عندهم التمر هذا ويتمنونه لأن عدم وجوده في بلادهم، فيتمنون هذا التمر ويحبونها وشيء عندهم يعني يعزونه كثير. فلقينا يعني شيء صورة فعلا غريبة أن نلقاها، مثلا أن التمرة هذه جدا مهمة، وإحنا المملكة العربية السعودية إحنا شعارنا النخلة وشعارنا التمر، فبالتالي إحنا عندنا حاجة كبيرة هم يعزونها، فتواصلنا معهم فقط عن طريق التمر، بس التمر هذا نقدر نسوي تغيير ثقافي كبير. جميل. طبعا هذه ليست المرة الأولى بالنسبة للأيام الثقافية المملكة العربية السعودية، جميع المناسبات في المونديالات تقريبا من 98 94 كان في حضور للأيام الثقافية السعودية تقريبا. نعم، نحاول قدر الامكان نحن نتواجد في المناسبات الرياضيه. لماذا المناسبات الرياضيه تحديدا؟ يعني المناسبات الرياضيه هي عاده تكون تجمع من عده شعوب، من عده مجتمعات، فيها يعني دائما الواحد يكون ما يكون بس رايح للرياضه، يقدم شيء اخر. يعني نتمنى دائما المنتخب السعودي يكون متواجد في التجمعات هذه، لان هي اضافه كبيره ان انت كمان تعرف الناس بثقافتك بالإضافة إلى قدرتك الرياضية. طبعا هي التزاء يعني ترابطنا إحنا كثقافة، حاولنا نقدم الثقافة السعودية في كل مجالات الحياة، يعني لما يكون في مثلا تجمع تجاري اقتصادي نقدم فيها، في الإكسبو اللي بيصير أو المعارض التجارية نروح نقدم. وهذا هذا اللي كنت أقصده يا دكتور، أنه البيئة الرياضية أفضل في نقل أو تحسين الصورة أو نقل مثل هذه الفعاليات، أفضل من الرياضة البيئة التجارية والبيئة الاقتصادية. نعم. مثلا في بعض المؤتمرات أو التجمعات الاقتصادية هي نخبوية، يعني أنت تجد اللي هو الجمهور الرياضي على مستوى العالم أكبر بكثير من مثلا الجمهور الاقتصادي أو التجاري. مثلا في ناس لهم اهتمامات أخرى حتى الجوانب الرياضية، يعني ليست فقط كرة القدم جزء من الرياضة. في عندنا الألعاب الأولمبية، في مثلا الألعاب الأولمبية الشتوية، في لها اهتمامات كبيرة من قبل الناس. فطبعا احنا لا يمكننا نتواجد على كل المستويات، ولكن ناخذ أبرز اللي هو الأنشطة اللي موجودة عالميا ونحاول نشارك، نقدم جزء بسيط عن المملكة. طبعا هي جرعات. صحيح، حققتوا الفائدة المرجوة من هذه الأيام الثقافية، الحمد لله تلمستوها. الحمد لله حطينا توقعات ومجموعة من الأهداف، والحمد لله يعني نقدر نقول نحن عدينا الأهداف اللي وضعناها للخطة، والحمد لله يعني بفضل رب العالمين وتوفيقه، والأخوان كان يعني الجميع كان متحمس لعملية تقديم المملكة بصورة جيدة، والحمد لله قدمنا اللي قدرنا عليه. جميل. دكتور تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه المشاركة، شاركتم بأكثر من جناح. نعم. في هذه. نعم. الأيام الثقافية، وأكثر الأجنحة إقبالا شاهدتوا أنهم يقبلون عليه ويحاولون يسألون، وفي استفسارات وفي تلهف، يعني شيء غريب عليهم. أي الأجنحة والله إذا بغينا على كلمة تلهف، فأكثر تلهف صار على النخلة والتمر. يعني كانت التمور هي عامل جذب كبير لم نتوقعه في البرازيل، يعني في كثير من المناسبات وجدت بس ما كان التمر هو المحور الرئيسي. هنا في البرازيل شفنا المحور الرئيسي هو التمور. طبعا الحرف اليدوية كانت جدا برضو جاذبة بالنسبة لهم، لأنهم يشوفون أشياء ما كانوا يتوقعون أن في حرف موجودة ومن الدقة، يعني صناعة مثلا الذهب أو التطريز بالذهب أو شيء من هذا، فأعجبوا كثير بهذا يعني بهذه الحرف الدقيقة جدا. طبعا عجبوهم الحنة، وإحنا كنا مسمينها هذه السعودي تاتو، أساس أنه هو يعني حاجة يفهمون، لما تقول لهم حنة ما يفهمون وش الحنة، لكن تقول له سعودي تاتو يعرفون وش التاتو على طريقتنا السعودية. بالضبط، على الطريقة السعودية. فإحنا لابد أن نتواصل معهم بمفردات هم يفهمونها عشان
نقدر احنا نقدم ثقافتنا. طبعا كان في الازياء، عرض الازياء وعمليه انهم يلبسون الازياء ويعني يفرحون فيها وياخذون صوره تذكاريه بهذه الازياء، هذه كانت كلها تساعد على عمليه انك انت تنقل لهم ثقافتك. كان في جانب الفنون، يعني الفنون اللي عندنا كان في عندنا الفنون البصريه اللي هو التصوير الفوتوغرافي، كان في الرسوم الرسم، كان في الخط العربي، كل هذا كان عليها اقبال كبير. يعني الخط العربي كان عليه اقبال كبير، حتى الرسوم الحديثه كان برضو عليها اقبال، ان الناس تحب تشوف وش هو انت ثقافتك الفنيه. طبعا كان في عندنا اللي هو العروض الشعبيه، اللي هو مثلا رقصات السعوديه من مختلف مناطق المملكه، الغناء لابد يعرفون هو مثلا ايش الاغاني اللي موجوده عندك، ايش الموروث الغنائي. كل هذه كانت يعني تساعد في عملية اللي هو إبراز المملكة من الجانب الثقافي. طبعا احنا لما نتكلم البعد او خلينا نقول المجالات الثقافية هي كثيرة، فاحنا فقط اخذنا مقتطفات نقدمها للناس هناك بحيث ان هم يلامسهم، يعني اشياء تلامسهم ويتعرفون عليك عن قرب. جميل. طيب مثل هذه الايام والملتقيات مهمة جدا. صحيح. حتى مثل ما ذكرنا أنه كان في صورة نمطية عن السعودي وعن العربي عموما، لكن تحديدا السعودي أنه رجل من بلاد النفط، حنا أثرياء، يعني فوضويين عشوائيين. من خلال هذه الأيام الثقافية أعتقد أنه تسلط الضوء على هذه الجوانب حتى تعطيهم صورة حقيقية عن المواطن السعودي. وأنا أقول كان الله في عونكم، لأنه بالفعل يعني ثقافات مختلفة، بالتالي البعض يرى انه صعب ان يتقبل، لانه في ثقافه وفي صوره مرسومه عنده تكرست من خلال فتره طويله، ما تقدرون في خلال ثلاث ايام او اسبوع انه نغير هالصوره. والله يا خالي حتستغرب من حاجه، احنا اكتشفنا جونا طبعا ناس مجموعه جو حتى مثقفين، واكتشفنا ان في من الفنون مثلا عندك الفن الجيزاني له حاجه مقاربه لهم في البرازيل، يعني شيء مشابه له. حتى ان احنا قلنا لهم يعني وفي فن ثاني كذلك برضو طلع فيه فن مشابه له، طبعا بس يؤدونه بالطريقه البرازيليه ولكن مشابه، يعني من ناحيه الرتم ومن ناحيه الحركه وكذا. فكانوا يقولون لنا طيب يعني انتم عندكم حاجات مقاربه لنا، ليه ما تشاركون معنا في السامبا؟ فقلت لهم يعني احنا عندنا كمان عندنا فنون، احنا عندنا شيء يسمونه السمبعاوي، هي طبعا اليمبعاوي بس عشان يفهمون وش السامبا، فقلنا لهم هذا شيء برضو مقارب لكم، يعني احنا عندنا اي السمبعاوي. فطبعا هم بدأوا يتقبلون أمور لما تكلمهم بمفردات يفهمونها. صحيح. يبدأوا يقولون في تواصل يعني ثقافي، وهي حقيقة في كل العالم الثقافات كلها واحدة، يعني هي أنواع الثقافات، ولكن كيف أنت تتعاطى مع هذه الثقافة كمجتمع محلي يصير عليها تطوير. صحيح. طيب دكتور، لماذا لا يستفاد من هذه الأيام الثقافية بالترويج لبعض الصناعات الوطنية وأيضا خلق سبل تعاون مستقبلا مع البرازيل؟ في نتائج؟ والله ما شاء الله عليك، انت مثل اللي يقولون قاعد شفت انت وش كنا نسوي بالاول. هي بالضبط، احنا طبعا بارع اللي هو المشروع الوطني اللي هو تطوير الحرف اليدويه واللي هو تحت مظله هيئه السياحه، شاركوا معنا وارسلوا بعض الحرفيين، والهدف منها بالضبط اللي انت ذكرته، ان احنا نحاول نقدم الحرف اليدويه للعالم عن طريق برنامج وطني لتطوير هذه الحرف. جميل. في وجهتم دعوات لمثلا شباب مبتكرين مثلا حتى تقدمون ايضا انه مش احنا ما احنا بشعب نتلقى فقط. نعم. احنا شعب نستطيع ان نقابل ونصنع ثقافتنا بنفسنا، ونستطيع ان ايضا نبرز الوجه الجميل لدى الشعب السعودي. صحيح. في تواصل مع الكتاب المثقفين المخترعين؟ هي طبعا احنا ودنا مثل ما قلت لك ان احنا ناخذ كل جزئيه من الثقافه السعوديه ونضعها على في هذه المساحه البسيطه، لكن من الصعوبه انك انت تاخذ مساحه بسيطه جغرافيا وتاخذ كل مساحه المملكه العربيه السعوديه الثقافيه ثم تضعها في هذه المساحه. احنا حاولنا نجيب عينات من الاشياء اللي تلامس الحياه، ونتوقع ان يكون لها مردود عالي او صدى عالي، لكن اللي عملنا مبادرة بسيطة اسمها أصدقاء السعودية، والهدف فيه أنها تتحاور مع الناس في الخارج، الفئات المختلفة من الناس بلغاتهم. جميل. تعرف المملكة وتعرف الناس اللي مهتمين بمجالات مختلفة، سواء مثلا الأدبية العلمية الابتكار وخلافه. حلو. جميل. كان في دور للسفارة السعودية في البرازيل في تسهيل تقديم التسهيلات لكم كوفد ممثل عن وزارة الثقافة والإعلام؟ الحمد لله كانت الأمور طيبة. في
في تعاون؟ الحمد لله طبعا احنا دائما في ايامنا الثقافيه او في مشاركاتنا الثقافيه لابد نخرج بالتعاون مع اللي هو طبعا وزاره الخارجيه والسفارات العامله في وزاره الخارجيه. فهذا طبعا بطبيعه الحال لان كثير يعني نكون واقعيين في كثير من الدول تحتاج انه يكون في عندك المسهل الدبلوماسي او السياسي، وكنا احنا نقدم المجتمع المدني فيكون تحت مظله اللي هو الدبلوماسيه او السياسيه. تمام. طيب هذه طبعا لقطات من الأيام الثقافية هناك. نعم. الوفد الإعلامي اللي كان متواجد مع الدكتور عبد العزيز الملحم نقلوا لنا هذه الزيارات. هذا أعتقد أنه نائب رئيس ولاية ساو باولو. صحيح هو للشؤون الخارجية. نعم. حنتكلم عن هذه الولاية وليش تم اختيارها، هل من قبلكم أنتم كوزارة أم من قبل السفارة أم من قبل الحكومة البرازيلية تم تحديد هذه الولاية تحديدا؟ هو طبعا ساو باولو هي العاصمة التجارية للبرازيل، العاصمة اللي هو السياسية هي برازيليا، بس هي طبعا على اقتراح السفارة، طبعا احنا متواصلنا مع السفارة فهم اقترحوا أن ساو باولو هي المدينة اللي أكثر يعني تواجد للناس، وكذلك أنها هي حتكون المدينة لافتتاح المونديال، فبالتالي مثل ما يقولون نضرب عصفورين بحجر واحد. حيكون فيها تواجد يعني؟ حيكون تواجد طبعا، كان فيها تواجد بشري كبير، كان فيها تواجد أمني كبير. طبعا تعرف في مناسبات بالشكل هذا بعض الأحيان تفقد اللي هو الجانب الأمني ويصير فيه خطورة، فإحنا طبعا كانت الهدف في الأيام المقامة أن احنا نقيم الأيام ثم نخرج من المدينة قبل بداية أو افتتاح اللي هو كأس العالم، أساس أن احنا لا نعرض الوفد ل يعني مشاكل أمنية، والحمد لله الأمور مشت بشكل يعني مناسب. أنت وزعتوا عليهم شمغ كهدايا؟ أي نعم، أعطيناهم شمغ، يعني وزعنا الشمغ لأن الشماغ هو من الأشياء اللي يعني لها مدلول عندنا في المملكة وهي تعبر عن المملكة وثقافتها. فطبعا يعني هنا مثلا نشوف اللي هو نائب الحاكم لبسناه الشماغ ولبسناه المشلح وصورناه معه عشان حس أنه هو جزء من هاي الثقافة، وبالعكس هو انبسط، يعني قال أنا أول مرة أجربها. هم فيهم روح يا دكتور وأنت أكثر مني تعرف هالشيء، يعني يتقبلون أي هدية مهما كانت. صحيح. من ثقافة هذا الشعب مهما كانت هذه الهدية متواضعة لأنها تعني أشياء كثيرة. بالضبط. فأعتقد أنه مثل هذه الأشياء حتى تحبب يعني تقرب النفوس. بالعكس هي كل العالم الشعوب منفتحة بمجرد ما تقدم لها هدية. صحيح. ولما تقدم لها شيء من ثقافتك برضو يعتز فيها ويفرح فيها. يعني أنا أتذكر يعني إحنا أخذنا مجموعة بسيطة من الشمغ، فلما وزعناها كانت الناس تجي تطلب الشماغ هذا، فكنت أشوفهم في الشارع لابسين الشمغ. كنا مثلا اللي هو علم المملكة مع علم البرازيل، كنا نشوف الناس تجي وتطلبه، يعني أبغى هذا الشيء. فكانت هي رمزية، ما هي بعملية دي، بس هي جميلة أنك أنت تشوف هذا التفاعل الكبير من الجمهور لما تمشي في الشارع تلقى الناس لابسة حاطين الشمغ بأي طريقة كانت. جميل. هو طبعا شعب البرازيلي شعب يعني مغامر وحيوي، فريندلي يعني مغامر وحيوي، يحب انه هو دائما يلتصق بالشعب. طيب انتم اقمتم العروض الشعبيه في مولات، وهذه فكره جديده. نعم. ما اكتفيتوا في موقع الخيمة؟ بالضبط، احنا الفكرة فيها ان احنا دائما نحاول نقيم انشطة جانبية للنشاط الاساسي. كان في اللي هو مثلا عندنا جدول لزيارات اللي هو الرسمية، زرنا مثلا النواب الحاكم الولاية وكذلك بعض الوزراء في الولاية، والهدف منها ان احنا نحاول ان نصل بالرسالة السعودية إلى أكبر قدر ممكن من المسؤولين. هذه من ناحية. كان في برضو زيارة إنسانية، نحن زرنا مستشفى أمر يعني سرطان الأطفال، وكانت جدا جميلة لأن نطلع على مثلا التجارب اللي موجودة عندهم. كذلك كان في عندنا اللي هو الفرق الشعبية، ناخذها مثلا على المول أو ناخذها في بعض الساحات، طبعا على حسب اللي هو الظروف الأمنية وحسب ما يجينا توجيه من مثلا من الجهات الأمنية أو من السفارة أن هذا المنطقة كويسة، فنروح نقدمها بحيث أن الناس تشوف اللي هو المجتمع السعودي. وكان في تفاعل كبير، يعني استغربنا أن في ناس حبوا الرقصات والعروض هذه، خاصة أن البرازيل هو شعب راقص، يعني بالمجال الأول هو يحب الموسيقى ويحب الرقص فهو شعب راقص، فبالتالي لما يستمع لثقافة جديدة يتفاعل معها. صحيح. طيب نرجع لاختيار الولاية ساو باولو. احنا نعرف أنه هذه الولاية أكثر ولايات البرازيل تواجد عربي ومسلم فيها. صحيح. تقريبا 12 مليون. صحيح. عربي، جزء كبير منهم مسلمين. ما خفتوا انه والله يكونون هالعرب ذولي هم الاغلب الزوار للملتقى الثقافي او الايام الثقافيه، فيه بالتالي ما حتحصلوا على مجموعه كبيره من البرازيليين لانهم عرب؟
حيكون عارفين الثقافة السعودية. هو جاتنا من الجاليات العربية يعني، وكانت جاتنا كمان حتى من الوفود اللي جاءوا مشاركين في يعني الوفود اللي يمكن ما كانت مشاركة كفريق لكن مشاركة لحضور اللي هو المونديال كان من العرب برضو. لكن بالغالبية ما كانوا اللي هم العرب اللي موجودين، كانوا البرازيليين أكثر. ربما العرب يعني ممكن يعرفون الثقافة العربية أو كذا، ولكن بالعموم كانوا اللي هما البرازيليين والأجانب. العرب المسلمين جاءوا ربما لموية زمزم، لأن لما شافوا موية زمزم حبوها، أو مثلا لصور الحرمين الشريفين يأخذونها. إحنا طبعا اقتصرناها فقط اللي هو خاصة صور الحرمين الشريفين اللي هو المسلمين، إلا لما يكون واحد هو يعني جدا متحمس اللي هو الحرمين أو يبغى يأخذها كذكرى، أو حتى ممكن أحيان. يكون جانب دعوي يعني احنا ما ندخل في الجانب هذا، احنا ما دخلنا في الجانب اللي هو الدعوي الدين، احنا نخليه بطريقه غير مباشره. يعني عشان لا تاخذ، لان احنا اصلا رايحين نقدم ثقافه، والفكره من انك تقدم الثقافه، وهي طبعا بطبيعه الحال يعني لما ننظر لها حتى تاريخيا اللي هو مثلا عوامل التجاره هي اللي اسست لي اللي هو دخول الجانب الدعوي او الاسلامي في الدول. جميل. طيب دكتور، خلال الاجتماعات مع بعض المسؤولين، وانتم حرصتوا على ان يكون في تواصل مع المسؤولين هناك، وايضا هي جزء من هذه الايام الثقافيه، في تبادل مشاركات قادمه ثقافيه ما بين السعوديه والبرازيل، حيكون ان شاء الله يعني على صعيد اكبر من خلال هاللقاءات؟ هو مش حيكون على صعيد اكبر، هو حيكون على صعيد متخصص. يعني وزير الثقافه هناك كان جدا متحمس لعمليه ان احنا يعني ليه ما نسوي اشياء جديده، تشاركون مثلا في مهرجانات مسرحيه، وكذلك يصير بالعكس بالتبادل اللي هو اللي طبعا هي تحكمها اطر الاتفاقيات اللي بين الدول، وهذا شيء جانب مهم يعني. فهي تكون يمكن الجانب الدبلوماسي اكثر او السياسي اكثر، انه هو لابد من مثلا وضع مشاريع او استراتيجيات او خطط تنفيذيه بين الدول. لكن احنا لما نقدم الثقافه فاحنا نقدمها بواقع اللي هو ثقافه مجتمع وثقافه افراد. الاشياء الابعاد الاخرى لابد من اللي هو تقديمها تحت مظلات معينه، وتكون لها طبعا اساليب ووسائل مختلفه. تم دعوتكم المهرجان الامريكي الجنوبي للثقافه العربيه مستقبلا؟ والله سمعنا انه كان يعني يقولون ليش ما تحضرون او تشاركون معنا. والله ما سمعت انا فيها، انا سمعت بعض الطراطيش الكلام، ربما يكون الدعوات جات اللي هو الوفود او الافراد المشاركين، لكن انا شخصيا ما لو لو فيه. لو قدمت لكم الدعوه حتشاركون دكتور عبد العزيز؟ لابد ان تكون دعوه رسميه ونشوف اللي هو ايش يعني ايش نوعيه المشاركه يعني. واعتقد مثل تقديم مثل هذه الدعوات يعني معناته انه كان في نتائج إيجابية من هذه الأيام الثقافية. بطبيعة الحال هي ما قدم لك دعوة لأنه هو حب أنه يشوفك معه تشارك. صحيح. وطبعا أكيد أنه ثقافتنا مليئة بالأشياء الجميلة، بالتالي مثل ما ذكرت أنه حتى يمكن كان في تقارب في بعض الرقصات، فكان صحيح. مثيرة لهم. طيب، في بعض المثقفين يا دكتور عبد العزيز، وهذا جانب آخر يعني الآن على قولتهم خلينا نغوص شوي في هذا اللقاء، بس قناتكم قناة رياضية، ترى هي قناة ثقافية. لا احنا طبعا ننقل ناقلين لبعض وجهات النظر. المثقفين غير راضين عن مثل هذه الأيام الثقافية، وكتبوا في من خلال الصحف، كان في مقالات انه هذه الأيام الثقافية لا تقدم ولا تؤخر، لم نجد منها فائدة على صعيد الثقافة كمثقفين. نعم. هي كيف ردك؟ بالضبط، هي طبعا هي وجهات نظر، نحترم وجهات النظر هذه، وربما نتفق معها ونختلف معها، ولكن بشكل عام احنا يعني نحترم هذه وجهات النظر. لربما نرجع الى نقطة اللي هو الفئوية او النخبوية. ربما مثلا لما يكون انسان مثقف اختصاصه مثلا في الادب او في الكتاب او شيء من القبيل، هو يقول ليه ما احنا تسوون لنا مهرجانات خاصة في هذه. طبعا في مهرجانات متخصصة في هذه الامور، لكن لما نجي على ايام ثقافية، طبعا احنا لما نتكلم على ايام ثقافيه هي المحتويات لها تكون كبيره، فهي على حسب الخطه اللي احنا وضعت لها وحسب الميزانيه اللي وضعت لها ناخذ الجزئيات نركبها في هذه الايام الثقافيه. طبعا في ايام ثقافيه تكون فيها محتويات كبيره، تكون فيها مثلا محاضرات، تكون فيها مثلا شعر وتقديم مثلا انشطه مختلفه، هذا الشيء وارد وموجود عندنا. وكذلك ممكن تكون بعض الاحيان مناسبات متخصصه، يعني مثلا مناسبات مسرحيه متخصصه فقط قدمت جزء معين، أو عروض شعبية، أو مثلا موسيقى، أو أنك تقدم مثلا الرواية السعودية، فهذه تكون مهرجانات متخصصة مختلفة طبعا هدفا ومضمونا مختلف عن الأيام الثقافية السعودية. فإحنا دائما يعني نشوف إحنا وش طبيعة المتلقي
بالمجال الأول، هل هو حيتحمس الموضوع هذا، ونشوف إيش الإمكانيات اللي موجودة ومن الجهات اللي حتساعدني فيها. يعني أنا ما أقدر أقدم مثلا أخذ معي مجموعة من اللي هو الأدباء السعوديين ما يكون في مقابل لهم أدباء مثلا من الجهة الأخرى، بحيث أن يصير في تمازج وتلاقح، بحيث أن الفرد اللي موجود يعني يستفيد من هذه التظاهرة أو من هذا الكلام اللي حاصل. العتب هذا وصلكم يا دكتور؟ يعني من المثقفين أنتم حاولتوا تتواصلون معهم توضحوا لهم مثل هذه الصورة، لأنهم يرون أن هذه الأيام الثقافية ما تعكس الصورة الحقيقية، بالعكس تعكس صورة أنه المواطن العربي متشبث بالماضي فقط، ما عنده شيء جديد. والله يعني معلش، هي مثل ما يقولون اللي ما لا أول ما لا آخر، فبالتالي أنت صحيح. الإنسان لابد يكون له تاريخ، إحنا تاريخنا عميق ولا هو تاريخ إن إحنا والله نخجل من عشان نقدمه. الإنسان لما يكون يرتبط بالصحراء ويرتبط بكيف استفاد من هذه الصحراء، إحنا خلينا أول شيء نضع النقاط على الحروف. المملكة يعني أصبح فيها ثورة وانطلاقة عظيمة جدا، نهضة شاملة. الصحراء لما تتحول إلى هذه النهضة الشاملة يا أخي تفخر فيها كتجربة أنك أنت تقدمها للعالم وتبينها للعالم. صحيح. وتقول ترى أنا جذوري جات من هنا، ترى ما هي بجاي أنه والله أنا نمت صحيت ولقيت هالعماير ولقيت هالنهضة ولقيت هالتطور اللي موجود كذا يعني بين ليلة وضحاها. لا، هذا عمل شاق، ناس اشتغلت فيه، أجداد، آباء، ناس دفعت من دمائها وعرقها. فبالتالي لما نجي ونقول بس إحنا عندنا هذه النهضة، لكن إيش أساسها؟ احنا اساسها كذا، وما زالت هذه الاشياء كل الامم تتفاخر بهذا الموضوع. انت لما تشوف مثلا اليابانيين كيف يتفاخرون بتراثهم وبثقافتهم. صحيح. الصينيين يتفاخرون بتراثهم وثقافتهم، كل العالم. ليه احنا طيب نقول لا والله احنا ما نبغى نتفاخر بهذه الثقافه؟ ما في شيء احنا يخلينا ما نتفاخر فيها، بالعكس هذه جزء منا. احنا لما نقدم العرضه السعوديه، صحيح انهم ما يفهمونها، لكن لازم يفهمون وش العرضه السعوديه، جزء من حياتنا. لانه اعتقد هم لو اتوا لنا حيقدمونا رخصاتهم الشعبيه. بالضبط بالضبط، هم لما يجون عندنا ويقدمون وهم مثلا رخصات، ربما انت ما تستطيع تقول هذه، بس ما يقولون لك انه جزء من حياتهم. هو يقدم لك حياته، يقدم لك طبعا. ارتباط الثقافه والتراث هي عباره عن نتاج المجتمع هذا لمراحل. يعني انت لما تقدم لابد تعرف هدف هذا وشي. انت لما تقول والله انا عندي فن التطريز وفن الحنه، طيب ليه؟ منين جات هذه؟ لما يكون انا عندي مثلا فنون التشكيليه، الخط العربي، منين جات هذه؟ لما يكون عندي مثلا الرقصات الشعبيه المتنوعه، وش هي هدفها؟ وش هي؟ منين جات؟ وش؟ فبالتالي لابد تقدمها لهم. كيف تدخل المجتمع؟ جميل. في عروض قدمت او يعني طلبات من رجال اعمال او من مستثمرين من خلال زيارتهم لهذه الايام الثقافيه او الخيمه الثقافيه السعوديه، بما انك تذكرت انه تمور وما تمور. نعم، في عروض قدمت مستثمرين والله في المجال هذا وفي مجالات اخرى. يعني انا اتذكر في لما كنا في روما جاءوا مجموعة، يعني على الأقل واحد من رجال الأعمال اللي هو الإيطاليين كان يسأل يقول هذا السعودي تاتو نبغى ناخذ اللي هو وكالته، ما في وكالته يعني. فهذه كانت من الأشياء المضحكة، ما هي بعملية أنه هي وكالة، هذا فن شعبي. صحيح. فهو يتوقع أن هذه مثلا مشاريع زي الفرنشايز. طبعا التمور، لكن ممكن تفعيلها دكتور، ممكن تفعيلها بالضبط، ممكن تفعيلها. يعني هذه الأشياء سهلة، مثلا شاب سعودي ممكن يقبل على هالخطوه. والله هذه دعوه الان. أيه. احنا ناخذها من خلال برنامجكم للشباب السعودي. وتكون يا جماعه ترى في اشياء كثيره، فرص ضخمه موجوده عندنا. يعني التمور كنت اسمع من الناس المشرفين، طبعا الشكر لجامعه القصيم شاركوا معنا فيها. فطبعا الفكره ان هم لما جاوا كانوا يقولون ان في تجار يجون او رجال اعمال يسالون ان كيف نحصل على هذا التمور. فالفكره ان في هناك فرص كبيره ضخمه موجوده، سواء للشباب سواء للشركات. صحيح. ممكن نفتح هذا. جميل. التغطيه الاعلاميه هل كنت راضي عنها؟ الوفود الاعلاميه المتواجده معكم الحمد لله ادوا دورهم، ادوا بالشكل المناسب. احنا يعني طبعا حصلت لنا بعض المشاكل الفنيه بسبب انه هو كاس العالم، وكذلك كان في اشكاليات من الاضرابات اللي صارت في البلد. صحيح. ولكن الحمد لله بشكل عام قدموا الجهد اللي يقدرون عليه، وأي جهد مثل ما يقولون بسيط يحسب للجميع. كان معكم وفد من القناة الرياضية متواجد، برغم أنها أيام ثقافية ما نبي نمدحهم زيادة. أدوا جهد طيب يعني. من ضمن الوفد الإعلامي. إيه نعم صحيح. نعم. دكتور، هناك من ذكر بأنه الميزانية كانت كبيرة وهذا اللي كنتم متضايقين منه. يعني كان في والله كانت الميزانية كبيرة لدرجة ما احنا عارفين كيف نصرفها. لا طبعا هي كانت ميزانية محدودة. لا هي كانت ميزانية محدودة طبعا. احنا دائما لما نروح نبدأ اجتماعاتنا اللي هو التحضيرية نحدد ايش هي نوعية النشاطات، ثم من الأماكن. طب تعرف انت فيها اشياء إجرائية كبيرة، ولهذا السبب دور السفارة لابد انه يكون دور فعال، لان هي تساعد في اشياء كثيرة، في امور كثيرة، المساندة والاشياء الإجرائية.
فطبعا تحدد الميزانية من خلال الترتيبات هذه، وبعد ذلك نبدأ التنفيذ، وهي تكون الميزانية عادة هي محدودة بتنفيذ هذه خطة هذا البرنامج. فالحمد لله كانت الميزانية جيدة، إلا أن كان في اللحظات الأخيرة حصلت بعض الأشياء خارجة عن الإرادة، وهذا اللي كان لك تصريح فيه في إحدى الصحف الإلكترونية أنه في أمور خارجة عن إرادة. صحيح، صحيح. وهذا الشيء طبعا لا يلام عليه أحد، بس يعني بالعكس اللي هو طبعا كانت الطائرة اللي هو حتنقلنا حصل لها عطل ميكانيكي، فبالتالي طبعا هم آثروا أن يكون اللي هو سلامة الوفد يرجع في طائرة آمنة، فصار فيها تأخير، وكانت العملية أن يعني يتوقعون أن تخلص في مثلا فترة معينة، فكانت في عملية مثل هذه ما لكم علاقة فيها، ما كان لنا علاقة فيها، وإحنا حاولنا قدر الإمكان أن إحنا يعني نساعد بعضنا. طبعا وقفوا معنا الأخوان، معالي الوزير كان يعني متابع الموضوع معنا، والنائب وكذلك وزارة الخارجية والسفارة كانوا متابعين الموضوع، والحمد لله عدت خلينا نقول أزمة. إحنا كنا ما كنا نبغى نكون موجودين فترة اللي هو افتتاح قصر العالم، لأن العملية يعني أمنيا حتكون متعبة، لكن الحمد لله عدت الأمور، والحمد لله الوفد رجع بسلامة الله وحمده، وكلنا رجع على دياره سالم، والحمد لله على سلامتكم. يعطيكم ألف عافية على الجهود، وبالتوفيق دكتور عبد العزيز الملحم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية والدولية. أهلا شكرا وسهلا لك يا دكتور. الله يحييك، وشكرا لجهودكم وبالتوفيق. شكرا لكم أن استضفتونا، دخلتونا ثقافيا في برنامجكم الرياضي. أبد، حنا مع الجميع يا دكتور. الله يحييك، شكرا لك يا دكتور. أيضا كل الشكر لطاقم العمل الوفد الإعلامي المتواجد في هذه الأيام الثقافية، اللي كانوا من القناة الرياضية زميل عبد الرحمن العابسي ومجموعة الزملاء المتواجدين معه في التغطية الإعلامية. إذن كان هذا جزءنا الأول، تحدثنا عن الأيام الثقافية السعودية التي أقيمت على هامش بطولة كأس العالم قبل بداية الافتتاح لكأس العالم 2014 في البرازيل. هذا هو الجزء الأول، وسيكون عندنا جزء آخر إن شاء الله نتحدث فيه عن أحداث المونديال، لكن نتحول إلى الزميل مصعب السعيد في فقرة بانوراما رياضية سريعة. شكرا لك. حياكم الله مشاهدينا بانوراما العاشرة، وبالتحديد الأخبار اللي على هامش المونديال، أخبار إن شاء الله بتعجبكم. جبنا لكم ثلاث أخبار يعني قريبة 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 جدا يعني من المونديال. نتكلم في البداية عن مدرب منتخب روسيا كابيلو. واجه مدرب منتخب روسيا فابيو كابيلو صدفة غريبة وسلبية للمرة الثانية في كأس العالم، عندما تأهل للمرة الثانية بعد خوضه تصفيات قوية، وهو ما فعله من قبل مع إنجلترا، ثم في المباراة الأولى في كأس العالم تعادل 1-1 مع فريق أقل منه، في المرة الأولى كانت مع أمريكا، وفي المرة الثانية مع كوريا الجنوبية. الصدفة لم تنتهي إلى هذا الحد، المدرب الإيطالي واجه سلبية أخرى، حيث تلقى أول هدف بالبطولة في المناسبتين من خلال خطأ ارتكبه الحارس. في المرة الأولى كان الحارس ريبولتو جيرين، وفي المرة الثانية الحارس الروسي إيغور أكفينفيت. الخبر الأول كان الصدفة السيئة للمدرب الإنجليزي، اللي كان مع المنتخب الإنجليزي في المونديال السابق وفي الوقت الراهن مع المنتخب الروسي. الخبر الثاني إلى ألمانيا، بعيدا جدا عن التزاحم في أماكن الترفيه العامة أو المنازل، يمكن لسكان برلين المتيمين بكرة القدم متابعة مباريات كأس العالم في جو مغاير جدا مشاهدينا، حيث يوفر الجلوس على أرائك واسعة أمام شاشة تلفزيونية عملاقة تبلغ مساحتها 700 بوصة، حيث حول فريق يونيون برلين المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني استاده إلى غرفة معيشة لمتابعة كأس العالم، ليسمح للمشجعين بنقل مقاعدهم الخاصة في بيوتهم إلى الملعب لمتابعة المباريات بدون مقابل، ويتابع المباراة الواحدة حوالي 12,000 شخص فوق ما يصل إلى 850 أريكة. هذا من ناحية ألمانيا، يعني المشجع بإمكاننا نروح الملعب ويأخذ كرسية والطاولة ويشاهد المونديال في أجواء مغايرة وأيضا في أرضية الملعب. الخبر الثالث، إحنا نعرف أن كولومبيا اشتهرت أيضا بحراسها، ونعلم أن كولومبيا تمام أخرجت الحارس الكبير اللي هو هيجيتا، مدرب حراس نادي النصر السعودي. اسمعوا هذا الخبر المختلف جدا، يعد فريد موندرغون حارس مرمى منتخب كولومبيا لكرة القدم أكبر اللاعبين سنا في مونديال البرازيل، عن عمره يناهز 42 عاما و11 شهرا و29 يوما، ليكمل عامها 43 يوم غد،
هو اللاعب الوحيد بين 736 لاعبا في كأس العالم المتواجدين حاليا في بلاد السامبا، الذي شارك أيضا في مونديال أمريكا عام 1994، وأيضا مشاركته القادمة مع كولومبيا في أي مباراة مقبلة بالبطولة سيحطم الرقم القياسي للأسد الكاميروني العجوز روجيه ميلا، الذي يعد أكبر لاعب يشارك ويسجل بطولات في كأس العالم عبر تاريخها عن عمر ناهز 42 عاما وشهر واحد وثمانية أيام. بينما ما زال حارس مرمى إيطاليا الأسطورة دينيو زوف أكبر لاعب يحمل كأس العالم عن عمر يناهز 41 عاما. طبعا هذا الخبر مشاهدينا مختلف عن هيجيتا وابداع هيجيتا في مونديال كأس العالم في أحد المونديالات، لكن هذه المرة نتكلم عن أكبر لاعب في بلاد السامبا من كولومبيا. هذه أخبار على هامش المونديال حاولنا أن نطرح لكم إياها عبر برنامج العاشرة، ونعود مرة ثانية للزميل علي الشهري لإكمال ما تبقى من برنامج العاشرة. نتمنى لك التوفيق ومشاهدة ممتعة للمشاهدين. يعطيك العافية مصعب، شكرا لك، شكرا لمجموعة الأخبار المختلفة والمتفرقة والغريبة نوعا ما اللي تقدمها لنا في العاشرة، شكرا لك يا مصعب. أيضا من الأخبار اللي أنا قرأتها اليوم عن الأخبار المتفرقة والمختلفة في كأس العالم، أنه في مشجعة برازيلية دخلت الملعب بتذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد هجمة برازيلية قفزت من الكرسي من كرسيها المتحرك، وبالتالي بدأوا الشرطة في فتح تحقيق عاجل عن السوق السوداء للتذاكر، وأنه في مجموعة يستغلون هذه التذاكر للدخول إلى مباريات كأس العالم. نعود إلى محاور حلقتنا، ومحورنا القادم هو تقرير عن سقوط الكبار لمراسلنا في لندن فتحي الرحان. نتابع ونعود لاستكمال ما تبقى من برنامج العاشرة. حلم تأهل منتخب إنجلترا للدور الثاني من نهائيات كأس العالم لم يعد ممكنا إثر هزيمته ضد منتخب الأوروغواي بنتيجة هدفين لواحد. وكان نجم اللقاء أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لويس سواريز، الذي عرف كيف يفلت من قبضة مدافع الثلاثة أسود في مناسبتين ويضع الكرة في شباك حارس مرمى منتخب إنجلترا جو هارت. المنتخب كان خارج اللقاء، وسبب هزيمتنا هي خطة روي هوتسون، اعتماده على لاعبين غير جاهزين مثل هندرسون ورحيم ستيرلينج. أفقدنا السيطرة على الوسط، وكان عليه الاعتماد على جاك ويلشر ولالانا منذ البداية، والخطأ الثاني في تقديري أنه لم يعرف كيف يحاصر لويس سواريز. منذ بداية المباراة بدأ واضحا أن منتخب إنجلترا لم يكن في يومه، وظهر الإعياء على بعض لاعبيه، ولم يستطع خط دفاعه مجاراة هجمات منتخب الأوروغواي السريعة، وحاول تفادي سرعة مهاجم الخصم بنصب فخ التسلل، ولكن لويس سواريز عرف كيف يكسره ويسجل هدف الافتتاح في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول. وأعاد واين روني الأمل لمنتخب الثلاثة أسود في الدقيقة 75 من زمن المباراة، ولكن دفاع إنجلترا لم يصمد كثيرا وقبل هدفا قاتلا قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء عن طريق نجم ليفربول لويس سواريز. انتهى كأس العالم قبل أن نلعب المباراة الأخيرة، هذا أسوأ منتخب شاهدته في حياتي، خطوط غير مترابطة وخط دفاع غير منضبط، وفي تقديري روي هوتسون هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة. منتخبنا لم يكن في يومه، وأعتقد أن الأوروغواي كان أفضل وقدم مباراة كبيرة يستحق عليها الفوز، وأتمنى أن ننتصر على فريق كوستاريكا. أعتقد أن إنجلترا لن تتأهل للدور الثاني، ولكن يجب على اللاعبين الفوز على منتخب الأوروغواي من أجل جيلنا الشاب. هزيمة منتخب إنجلترا ضد الأوروغواي أدخلته في حسابات تكاد تكون أقرب إلى حلم اليقظة، لأن الترشح إلى الدور الثاني لم يعد بيده. هزيمة منتخب إنجلترا ضد الأوروغواي وضعت حظوظه في الميزان، وإمكانية ترشح الدور الثاني لم تعد ممكنة نظريا. فتح الرحال لبرنامج العاشرة مساء لندن. شكرا لمراسلنا في لندن فتح الرحال اللي قدم لنا التقرير عن مسلسل سقوط الكبار. ويسعدنا أن ينضم معنا من القاهرة الكابتن أسامة خليل الناقد والمحلل الرياضي. مساء الخير كابتن أسامة.
يا اهلا بك يا استاذ علي، مساء النور. اهلا وسهلا، حياك الله. تعليقك مهندس كابتن اسامه على هالتقرير ومسلسل سقوط الكبار، بداية مبكرة للكبار في الخروج من نهائيات كأس العالم. لا، هو ما فيش شك ان مسلسل خروج الكبار من المسابقة مبكرا ظاهرة تستحق الدراسة، لكن لما نرجع للأسباب الفنية مثلا لأسبانيا، أسبانيا من الواضح ان عندها مشكلة في مسألة تجديد وتطوير اسلوب الاداء من خلال الدم الجديد. مفيش شك ان كاسياس الحارس وتشافي لاعب الوسط ما اثروا بقوه على الفريق الاسباني، وبالتالي رتم اداء الفريق الاسباني لم يكن متوازنا مع التطور اللي كاس العالم بيشهده حاليا، فكانت الهزيمه القاسيه. وانا بعتبر ان هزيمه أسبانيا اللي انتهت في مباراتين بسبع أهداف في مقابل هدف واحد كانت هزيمة قاسية جدا ولم تكن متوقعة، ولكن أسبابها الفنية كانت معروفة، أن هذا الفريق اعتمد على نفس العناصر اللي لعبت في 2008 و2010 و2012، ولقب هذا الفريق باسم أحسن فريق كرة في العالم في تاريخ كرة العالم، على أساس أنه الفوز ببطولتين في كأس الأمم الأوروبية وبطولة كأس العالم بأسلوب متواصل. هذا بالنسبة لأسبانيا. جميل. أما بالنسبة للفريق الإنجليزي فكان مفاجأة كبيرة جدا حقيقة أيضا خروجه، لأن الفريق الإنجليزي في تصوري اعتمد أيضا على بعض العناصر ولكن لم يعتمد على اسلوب تكتيكي يتناسب مع امكانيات اللعب المتوفره في الكره العالميه حاليا. نعم. ما هي هذه الاساليب المتوفره عالميا كابتن اسامه؟ احد هذه الاساليب الديناميكيه الفريق، وبيسموها في اوروبا حاليا بوزيشننج، اي كرة المراكز. نعم، تمركز. لان الاسلوب الانجليزي يعتمد على الاسلوب النمطي، وهو الاسلوب اللي كلنا عارفينه، القوة البدنية ولكن بدون الذكاء الحركي داخل الملعب، وبالتالي هم يهاجمون، ولكن في احيانا كثيرة في الهجمات المرتدة دائما ما يمنى الفريق الانجليزي باهداف. ليه؟ لأن مركزية أداء اللاعبين أثناء الملعب يشوبها الكثير من التركيز، فبالتالي مركزية الأداء وهو مع مركزية المراكز ومركزية الكرة بالتعبير الأصح البوزيشننج تفتقده الكرة الإنجليزية حاليا. جميل. على عكس الفرق الأخرى زي الفريق هولندا وزي فريق ألمانيا بالنسبة لي الكرة الأوروبية. جميل. حنتحدث كابتن أسامة عن خروج إنجلترا وما هي أسبابه وكيف يمكن لهذا المنتخب العريق أن يقدم نتائج مرضية لجماهيره من خلال نهائيات كأس العالم، لكن خلينا نعود إلى مباريات اليوم، إيطاليا وكوستاريكا. كوستاريكا تحقق مفاجأة بفوزها على إيطاليا بهدف مقابل لا شيء، وهو الفوز الثاني، مما جعل المنتخب الإنجليزي يغادر هذه النهائيات، وإيطاليا أيضا تدخل في حسابات ربما نوعا ما معقدة. أيضا مباراة سويسرا وفرنسا، مع العلم بأنه الآن الشوط الثاني، الشوط الأول عفوا، والنتيجة 3 أهداف لفرنسا مقابل لا شيء لسويسرا، وضربة جزاء أهدرها كريمة بنزيمة وانتهى الشوط الأول بانتظار الشوط الثاني. فرنسا تضرب بقوة من خلال المباريات الماضية ومباريات مجموعتها. كابتن أسامة، كوستاريكا هل أحدثت مفاجأة في لقاءاتها الماضية وهي الآن تعتلي صدارة مجموعتها وتخرج إنجلترا وأيضا تهزم إيطاليا المرشح القوي لنيل لقب نهائيات كأس العالم أو كأس العالم في البرازيل؟ ما في شك أن فريق كوستاريكا أحدث المفاجأة الغير متوقعة. فريق كوستاريكا كان الفريق رقم 4 في مجموعته، ولكن بعد فوزه على أوروغواي وفوزه اليوم على إيطاليا، فوز مستحق
لأن الفريق يلعب كرة فيها ذكاء حركي ومهاري عالي المستوى. مباريات كرة القدم التي نشهدها الآن هي مباريات يلعبها الأمريكيون لاتين أمريكانز اللي هم دول أمريكا اللاتينية لإحراج وإخراج الدول الأوروبية لصالح البرازيل. النهاردة احنا نتحدث عن خروج قوتين كبار جدا في كأس العالم، إيطاليا وإنجلترا إنجلترا وأسبانيا، ومن المتوقع أيضا إيطاليا، خروج إيطاليا. ولكن أنا أتصور أن فريق كوستاريكا أعد لاعبوه بأسلوب في كثير من اللياقة البدنية والأسلوب المهاري والذكاء الحركي داخل الملعب، أعطى فرصة رائعة لهذا الفريق أن يظهر بهذا المظهر المشرف وهذا المظهر الذي أحدث انقلابة كبيرة في عالم كرة القدم العالمية. جميل. فريق كوستاريكا بلد صغير في سنترال أمريكا، أمريكا الوسطى، ولكن أعدوا لاعبوها بأسلوب رائع من حيث طول القامة، لياقة بدنية، ومهارة فنية عالية. وأقول لحضرتك يا أستاذ علي، لو لاحظت معظم الفرق اللي احنا نتحدث عنها، الفرق اللي هي القوية، أعدت لاعبيها بأسلوب مختلف تماما عما كان يحدث في الماضي. لو حضرتك بصيت على المباراة الحالية اللي هي فرنسا، سويسرا وفرنسا، وانظر إلى اللاعبين تجد أن متوسط أطوال هؤلاء اللاعبين مش أقل من 185 سنتي. نفس الشيء بالنسبة لمعظم الدول اللي هي مشاركة في هذه البطولة بقوة هذا العام. نحن نشهد أداء مختلف تماما، ذو لياقة بدنية عالية وأسلوب مهاري وطول قامة لمعظم لاعبي هذه الفرق. أنا أتصور ده تم بتركيز شديد جدا وباختيارات شديدة جدا وبدراسات شديدة جدا. جميل. منتخب كوستاريكا كابتن أسامة، يعني ما في أسماء كبيرة من النجوم، وبالتالي أعتقد أنه ما كانت الأنظار موجهة للمنتخب الكوستاريكي، بالتالي خفت الضغوط عليه. هذا كان أحد العوامل المؤثرة في تواصل الانتصارات للمنتخب الكوستاريكي. أيضا عامل الجو في مباراة أو الطقس في مباراة إيطاليا كان في صالح منتخب كوستاريكا، وبالتالي أثر على المنتخب الإيطالي لأنه كان اليوم الجو حار، فبالتالي تأقلم مع الكوستاريكيون أكثر من الإيطاليين. أستاذ علي، أتفق مع حضرتك تماما، لأن الالتيتيود ومسألة الحرارة المرتفعة وأيضا الرطوبة أثرت على لاعبي أوروبا، لكن مش ده المقياس. في تصوري أن دول أمريكا اللاتينية استعدت لهذه البطولة استعداد جاد جدا. فهذه الفرق، حتى لو لاحظنا أن دول أمريكا اللاتينية تلعب لإقصاء دول أوروبا بعيدا عن المنافسة. النهاردة خروج أسبانيا وخروج إنجلترا، قوتين كبار في عالم كرة القدم، ده بيساعد كتير جدا الدول اللي هي من لاتين أمريكا أو من أمريكا اللاتينية، زي كوستاريكا، زي الإكوادور، زي تشيلي، زي أوروغواي، زي طبعا القوتين الكبار الأرجنتين والبرازيل. فأنا أتصور أن هذه البطولة ستشهد انتصار كبير جدا للكرة الأمريكية اللاتينية على الكرة الأوروبية. ولكن هناك فرق سنستمتع بأدائها زي هولندا وزي ألمانيا. أنا أتصور أن الفريقين دول وفرنسا أيضا، أن الفرق الثلاثة دول هيواجهوا منافسة شرسة من دول أمريكا اللاتينية اللي بيعتبروا أن هذه البطولة لن تخرج من أمريكا اللاتينية، وأنا أخص هنا البرازيل. جميل. هنستكمل الحديث عن هذه المباريات بمشيئة الله، لكن عندنا أيضا جزء آخر، وهو أنه الطاقم القنوات الرياضية السعودية، هناك طاقم
للقناة الرياضية السعودية، متواجد في أماكن مختلفة لنقل لنا أحداث كأس العالم من حيث الجماهير ومتابعتهم لأحداث كأس العالم. الزميل مهند الحميد تواجد في حديقة الملك عبدالله في الملز ونقل لنا مجموعة من الأحداث نتابعها. تفضل يا مهند. رحب بك زميلي علي ورحب بك بضيوفك الكرام. طبعا احنا الان متواجدين في حديقه الملك عبد الله في الملز، متواصلين في تغطياتنا لشاشات عرض كاس العالم. طبعا كاس العالم هذا كاس المفاجات، فيه حماس كثير من الجمهور، الكثير يتكلم، الكثير يتناقش على المباريات، خصوصا المباراه الاخيره الان اللي تقام، مباراه سويسرا وفرنسا، مباراه قويه انتهت بشوط اول بثلاث اهداف مقابل هدف لفرنسا. والان متواجد معنا بعض اراء الجماهير، ناخذ اراءهم. تفضل في البدايه تعرف اسم الكريم. راشد الشمر وانا اخوك. كيف شايف مباراه كاس العالم؟ والله مثيره جدا، خصوصا فيها عنصر مفاجاه، كوستاريكا ومنتخبات كثيره ما كنا نتوقع، وخروج اسبانيا بعد اللي كان صدمه كثير لعشاق الكره فعلا. كيف شايف الاجواء هنا في حديقه الملك عبد الله مع شاشه عرض كاس العالم؟ والله أجواء جدا جميلة وحماس والتشجيع طاغي على الجو العام يعني، فنشكر والله الجهود اللي قدموا الأشياء هذه. صح، يعطيك العافية. تعرف اسم الكريم؟ عصام طيري. كيف شايف الأجواء مباراة كأس العالم؟ والله حماس، بالذات أنهم موفروا شاشة متابعة للمونديال كأس العالم، بصراحة شيء كويس. يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا هذه تغطيتنا من هنا من مدينة الملك عبد الله في الملز، حديقة الملك عبد الله عفوا. زي ما قلت الجميع هنا متحمس مع كأس العالم، مونديال المفاجآت زي ما يقول البعض، خروج اسبانيا وانجلترا واكثر من منتخب، واليوم هزيمة ايطاليا. فهذا كل ما لدينا هنا زميلي علي، اعود اليك ولضيفك الكريم. يعطيك العافية مهند، شكرا لك، شكرا لكل من تواصل معك من الشباب المتواجدين في حديقة الملك عبدالله بالملز، وهي إحدى الساحات اللي تقدم شاشات عرض لمتابعة نهائيات كأس العالم. شكرا للقائمين عليها، وهذه الجهود اللي توفر لشبابنا يستحقون كل خير، وفعلا لاستغلال أوقات فراغهم ولمتابعة هذه الأحداث الرياضية الهامة مثل نهائيات كأس العالم. شكرا لك يا مهند. ونعود للحديث عن خروج إنجلترا مع ضيفنا من القاهرة الكابتن أسامة خليل. كابتن أسامة، نعود بس في نقطة، أنه كوستاريكا فوزها على إيطاليا اليوم ليس صدفة، بما أنها فازت على الأوروغواي كان البعض يقول أنها صدفة، لكن اليوم تأكد بأنه هناك عمل في المنتخب الكوستاريكي ونتائجه اتضحت من خلال فوزه على إيطاليا. كانت مفاجأة لكن ليست صدفة، تتفق معي؟ بالضبط. لا، أتفق معك تماما. لأن فريق كوستاريكا تمكن من الفوز على أوروغواي، وكلنا قلنا والله ده يعني مفاجأة، ولكن هو رد علينا كلنا النهاردة وثبت المفاجأة وأقنعنا أن دي مش مفاجأة، لأنه النهاردة فوزه على إيطاليا حقيقة إنجاز كبير جدا. ليه؟ لأن الكرة في أمريكا اللاتينية حاليا جمعت بين شيئين، جمعت بين المهارة والفنيات العالية جدا والذكاء الأوروبي اللي تعلموه اللعيبة من لعبهم في دوريات أوروبا. فهنا انتقلت هذه الخاصية إلى لاعب أمريكا اللاتينية، فبالتالي نحن نشاهد أسلوب جديد جدا لكرة أمريكا اللاتينية من خلال الدول التي تمثلها حاليا. جميل. ففوز كوستاريكا لم يكن مفاجأة. نعم نعم. كابتن أسامة، بعد خروج إسبانيا، ونحن نعرف أنه بعد 2010 أغلب المدارس الكروية اتجهت إلى المدرسة الإسبانية بحكم أنها حققت بطولتين أمم أوروبا وكأس العالم 2010، هل ستتغير هذه المدارس وتتحول تعود بنا إلى أمريكا الجنوبية من جديد بعد هذه المستويات اللي قاعدة تقدمها منتخبات أمريكا الجنوبية؟ بكل تأكيد يا أستاذ علي، الفريق الإسباني المعروف باسم تيكا تاكا، وهو ما يعني أن الكرة تلعب من لمسة واحدة بطريقة البلياردو. نعم. أصبح هذا الأسلوب لا يتفق مع الكرة العالمية حاليا.
لأن هذا الأسلوب كان يعتمد على لاعب كرة ذو مواصفات خاصة جدا. مثل تشافي لاعب خط وسط فريق برشلونة والفريق الأسباني، فهو الذي يعرف كيف يتحكم في رتم الأداء، ولا يوجد لاعب في العالم لديه هذه المهارة. ولذلك حينما قل مستوى تشافي منذ 2012 أي منذ عامين والفريق الأسباني يعاني كثيرا. ولذلك فالكرة الأسبانية ستبحث عن نمط جديد يتماشى مع الكرة العالمية. جميل. وأيضا اعتماد أسبانيا على لاعب مثل كاسياس في حراسة المرمى، والذي قل مستواه أيضا عما كان عليه في 2008 و2010 و2012. جميل، كل الشكر للكابتن أسامة خليل اللي كان معنا من القاهرة. شكرا لك كابتن أسامة ويعطيك ألف عافية. شاكرين لك قبول دعوة البرنامج. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. إذا هذا كان لقاءنا مع الكابتن أسامة خليل الرياضي المعروف والناقد والمحلل الرياضي المعروف من القاهرة، تحدثنا فيه عن نقاط مختلفة عن نهائيات كأس العالم ومباريات هذا المساء التي لعبت. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة من برنامج العاشرة. كل الشكر لجميع طاقم العمل في برنامج العاشرة. نتمنى إن شاء الله أن نكون قد قدمنا ما يرضيكم من خلال الدقائق الماضية، الساعة الكاملة الماضية، حاولنا أن نقدم ما يرضيكم. بالتوفيق لمن يتابع منتخبه بالإثارة والمتعة في المباريات المقبلة في نهائيات كأس العالم. كل الشكر أيضا للمخرج ماجد المديف اللي كان معنا في هذه الحلقة ولجميع طاقم العمل. نترككم في الختام مع أجواء مختلفة من المونديال. في أمان الله. هدفها التوعية بإخطار مرض السكري لمرضى السكر، وأيضا نشر التوعية الثقافية. الرياضة مهمة جدا، لو الناس تمارس رياضة المشي بشكل دوري وتحافظ على التمارين وهذا تقي من أمراض كثيرة وأهمها مرض السكر. يعني في دراسات تقول أنه ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع لمدة 20 دقيقة تقيك من مرض السكر بنسبة 25% إلى 30%. نتمنى من الرياضيين كلهم سواء في مجال كرة القدم في أي رياضيات أخرى دعم الشيء هذا وتوعية المجتمع على الشيء هذا، لأن راح يكون فيه لا صدى أكبر. ما حيجي المكان هذا اللي يركب أو إنه يتمشى يعني بشكل عام. دائما يجون عوائل مع بعض نحصل كلهم مع بعض. في بعض يجيك ويقول لك أنا يعني الممشى ليش أختار ممشى؟ ليش؟ لأن المكان رياضي بعرف يعني الرياضة مرتبطة بالصحة. يعني شيء واضح يعني. بالنسبة لسؤالك الثاني إيش اللي هو جانب الرياضي، جانب الرياضي مثل ما أنت عارف كل شيء له علاقة بالرياضة. أي دكتور ترفع عليه يقول والله يعني أنا فيني أي هذه يسمونها الأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة أطلب علاج الرياضة.
تهدف إلى توعية الناس عن مرض السكر. احنا جينا اجتمعنا اليوم بما أنه ويكند والناس تمشي هنا خاصة يوم الجمعة والسبت، فجينا هنا نشوف الناس اللي تمارس الرياضة، نطلب منهم تحليل عشوائي للسكر عشان نشوف النتائج حقتهم. إذا يعني حصلنا حالات مثلا معينة تحتاج مراجعة في المستوصف أو لطبيب خاص، ننصحهم أنهم يروحون هناك. برضو المكان هذا مهم ليش؟ لأنه مثل ما أنت عارف الناس كلها تمشي هنا وكذا، فكان مكان مناسب أننا نسوي هذه الحملة. عبد الرحمن، تكلمت عن المكان والناس تمشي هنا وتمارس، أثر الرياضة في مثل هالأمراض؟ مثل ما تعرف السكر مرض مزمن، يعني يستمر مع الإنسان إذا أصابه طوال العمر. من أهم الأشياء المهمة في التحكم بمرض السكر هو تغيير الحياة، نمط الحياة، نمط الأكل، الرياضة، تخفيف الوزن. ومن أهم الأشياء ممكن شخص عنده مرض سكر سمين لو خفف وزنه ممكن ما عاد يحتاج أي أدوية ولا يحتاج أي إنسولين ولا أي حبوب، عشان كذا هذا الجانب مهم جدا. فإحنا نحاول يعني نعزز هذا الجانب عند الناس، نؤكد على الرياضة، نؤكد على تخفيف الوزن، نؤكد على الحاجات الصحية، على طريقة الأكل، النوم وهكذا. عبد الرحمن، تكلمت على الجانب الرياضي كثير، الواجب على العاملين أو الممارسين في الجانب الرياضي؟ والله العاملين في مجال الرياضي أو الممارسين لها هم أدرى فيها ولهم خبرة فيها، فلو كانوا يعني يوجهون نصائح أو إعلانات معينة تجاه المجتمع يعني زادت الوعي عندهم، لأن الوعي مهم في هذا الموضوع. ولو كان الجميع يعني يحافظ على الرياضة ويحافظ على الوزن المثالي، فإن شاء الله حالات السكر والضغط أيضا اللي مو موجودة مع اليوم تقل بشكل كبير جدا.